ولعدائك وسلما لأوليائك نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا دعاء منا ومنك الإجابته وهذا الجهد عليك طلبت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحمل الشديد والعمر الرشيد ندم الخلود مع المقربين والشهود وركع السجود والمحلفين بالعهود. إنك رحيم ودود وإنك تفعل ما تريد. سبحان من تعذب بالعز وقال به سبحان من لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي تسبيح إلا الله. سبحان ذي الفضل ونعمه. سبحان ذي الجود والكرم. سبحان ذي الحبة والبهاء. سبحان ذي العزمة والكبرياء. سبحان ذي العصا كل شيء بعلمي. الله هم اجعل نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في مخي ونورا في عظامي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا يميني ونورا شمالي ونورا من فوقي ونورا من اللهم اجعل نورا واعطني نورا يا نور يا نور يا نور يا مدبر الأمور ويا مقدر الأبواب والشهور. صل على النبي محمد اللهم إنا نسألك تعجيل عافيتك والصبر
نوراً على بنيتك وخروجاً عن الدنيا إلى بيتك. اللهم اجعل خواتيم أعمالنا رضوانك، اللهم اجعل خير أيامنا يوم اللقاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا بالآخرة. يا بديع السماوات والأرض ويا غياث المستغيثين، نسألك بنور وجهك الكريم أن تهيئ قلوبنا معرفتك يا الله، يا الله، يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، برسل عليك إنا صلاة. اللهم صل على